واعترف باني انا يجب ان نرى مريهم الاحوال والجحيم لكي يؤمنوا انني محبه. اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. كنت بقول ايه؟ بيقول لي ايه تعليم يعني؟ هو دايما يقول لي بص يا حبيبي اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. ايوه يعني ايه؟ يعني دي وعظه يعني ولا ايه؟ كنت بقول الراجل طيب بس ايه ايه؟ اهم حاجه انا دخلت هيقول لي معلومه ها، وداني من زمان بسال بقى، قلت يمكن خلوا ربنا فتح. اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. قلت له ايه يعني؟ فاهم الادب بس ماشي. اهم حاجه من المحطة، فيجب أن نرى الأحوال وأن تبقى مسخة أمام العالم كما كان مسخة، كما أنا كنت مسخة، لكي يفهموا ويعرفوا محبتي. آه محبتي محبتي. محدش يأذي حد. أيوة يعني أنا كده بقيت فار ولا قطة ولا أرنب ولا إيه اللي... وانتهت حياته. No, 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 no